بالمجلس. نذهب إلى زميلة مينا مكرم موفد أون لايف إلى موقع الحادثة. مينا أهلا بك، ماذا بشأن يعني آخر ما يدور لديك والأخبار كانت تقول وصول المعدات الخاصة بمحافظة الإسكندرية طبعا إلى جانب المعدات الأخرى الموجودة لديك التي تحاول إزالة المخلفات وباقي الحطام الناتج عن الحادث؟ بالفعل رغدة، نتابع على الهواء مباشرة آخر التطورات لهذا الحادث الأليم الذي وقع بمنطقة خرشف في طريق الإسكندرية الزراعي. تتابع قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الشعبة الهندسية للمنطقة الشمالية للقوات المسلحة إزالة هذه البقايا وحطام القطارين بعد تصادمهما في تمام الثانية والربع بعد ظهر اليوم، وكما تابعنا منذ الساعات القليلة الماضية وحتى هذه اللحظات زيارات وتوافد عدد كبير من المسؤولين في مقدمتهم محافظ الإسكندرية وعدد من الوزراء، كان آخرهم وزيرة التضامن الاجتماعي منذ قليل الدكتورة غادة والي، وأيضا وزير النقل ووزير التنمية المحلية تفقدوا أيضا موقع الحادث، ومن ثم انتقلوا إلى أماكن المستشفيات التي تتواجد بها الآن أو يتواجد بها الآن المصابين. لازالت قوات الحماية المدنية تبدأ في عملية رفع حطام بقايا القطارات المتحطمة، وذلك لإزالتها من خط السكك الحديدية باتجاه محافظة الإسكندرية لعودة حركة السير مرة أخرى. عدد كبير من مسؤولين المحافظة وقوات الشرطة وأيضا الشرطة العسكرية يتواجدون في هذا الموقع للقيام بهذه المهام. عربات الإسعاف بالتأكيد تتوفر بشكل كبير منذ ساعات وحتى هذه اللحظات. أيضا المحافظة دفعت بعدد من عربات الإضاءة وتوليد الكهرباء لإنارة هذه المنطقة تحديدا عزبة الشيخ بمنطقة خرشد، منطقة ريفية ومن الطبيعي هذه الأوقات يكون الظلام دامس فيها، لذا يعني تعمل المحافظة على إنارة هذه المنطقة لتسهيل عمليات الإنقاذ والبحث ورفع باقي الحطام من خلال عربات توليد الكهرباء والكشافات الكبيرة التي ربما تظهر في الخلفية، فضلا عن جهود أيضا الهلال الأحمر الذي منذ ساعات يواصل في عمليات الإنقاذ والبحث عن الجثث أو المصابين داخل حطام القطارات. إذن هذا يعني أن الحركة متوقفة تماما على خط القاهرة الإسكندرية، هل لديك أي معلومة حول متى يمكن الانتهاء وفتح والعودة مرة أخرى إلى تسيير الحركة على هذا الخط؟ أيضا ماذا بشأن المعلومة التي تقول أن هذه المنطقة منطقة خرشد تحديدا أو هذه المحطة هي محطة للتحويلات، فربما يكون كانت هناك خطأ أو عطل فني في التحويلة هي التي أدت إلى هذا الحادث؟ يعني فيما يخص السبب الرئيسي وراء هذا الحادث، رغد عدد كبير من الروايات المتناقضة والمختلفة التي دارت حول سبب هذا الحادث. السبب الرئيسي ربما الذي يعني أفادت به بعض المصادر توقف قطار بورسعيد الإسكندرية رقم 571 في منطقة خرشد، ولم يتم إبلاغ القطار المقبل رقم 13 قطار القاهرة الإسكندرية والذي كان مقبل من القاهرة لمحافظة الإسكندرية، لم يبلغ بوقوف هذا القطار المتوقف نتيجة حدوث عطل فني، وهذا يرجح أن يكون بسبب عطل في جهاز الاي تي سي وهو الجهاز المتخصص في تحديد مسارات القطارات والذي يربط شبكة القطارات بشكل عام بعضها ببعض، مما يرجح أيضا أن يكون هذا السبب الرئيسي لعدم علم القطار القادم من القاهرة إلى الإسكندرية بتوقف هذا القطار بورسعيد الإسكندرية رقم 571. وأيضا هناك بعض الإشارات أيضا والروايات التي تقول أن هناك خطأ من سائق قطار القاهرة الإسكندرية بسبب السرعة الزائدة، القطار رقم 13 يعني البعض لاحظ وبعض الركاب الناجين منه أفادوا بأنه كان هناك سرعة زائدة يسير بها قائد هذا القطار، مما أدى أيضا إلى عدم تمكنه من السيطرة على سير هذا القطار والتحكم في وقوفه
قبل الاصطدام بقطار بورسعيد الإسكندرية رقم 571، مما أفضى إلى هذا الحادث الأليم. جدير بالذكر أن قائد القطار 13 القادم من القاهرة الإسكندرية لقى حتفه في هذا الحادث. وفيما يخص سائق قطار بورسعيد الإسكندرية الذي كان متوقفا في هذه المنطقة، تم التحفظ عليه من خلال النيابة العامة لإكمال عملية التحقيق ومعرفة. نعم، هو في هذه النقطة يعني تحديدا من ما زالت هناك تم الإبلاغ عن وقوفه. نعم، في نقطة سائق القطار رقم 13 هناك أخبار متواردة بأنه ما زال على قيد الحياة وكان هاربا وسلم نفسه إلى السلطات المسؤولة. يعني بالتأكيد ستكون هناك معلومات مؤكدة حول سائق القطار رقم 13. دعني أسألك أيضا عن طبيعة المنطقة عزبة الشيخ ومحيط محطة خرشد، هل حدث من قبل أي نوع من أنواع الحوادث، حتى ليس بالضرورة أن يكون تصادم بين قطرين، يعني ما حالة السكك الحديدية لديك في هذه المنطقة؟ يعني من المعروف أن منطقة خرشد منطقة رئيسية يمر بها كافة قطارات الوجه البحري القادمة من مختلف المناطق باتجاه يعني محطة سيدي جابر ومحطة مصر بمحافظة الإسكندرية. يعني لم تشهد أي ملاحظات من قبل فيما يخص طبيعة سير القطارات على هذه المنطقة وعزبة الشيخ تحديدا بعد منطقة أبيس، وهي مناطق يعني طبيعية يمر بها القطارات المختلفة القادمة من القاهرة إلى الإسكندرية. عزبة الشيخ منطقة ريفية كما ذكرنا، تقع في منطقة خرشد، تبعد بعض كيلومترات عن محافظة الإسكندرية. الأهالي فور سماعهم بصوت هذا الاصطدام الكبير تجمعوا على الفور في منطقة الحادث وقاموا ببعض عمليات الإنقاذ الأولى لعدد من الضحايا، وأفادوا بأنه فوجئوا بهذا الصوت الكبير فضلا عن إشارتهم لتوقف قطار بورسعيد الإسكندرية في هذه المنطقة. إذا سمحت لي رغدة، أعود إلى ما يخص رواية قائد القطار رقم 13. بعض المصادر الأمنية أفادت بأنه لقى حتفه نتيجة اصطدام الجرار والعربة الأولى، عربة القيادة الأولى في العربات الأخيرة لقطار بورسعيد الإسكندرية، لذا ربما هذه الأسباب التي رجحت أنه لقى حتفه في هذا الحادث. ولكن ننتظر التأكيدات كما ذكرتي والبيانات الرسمية فيما يخص مصير هذا السائق. أما سائق قطار 571 بورسعيد الإسكندرية فهو المتحفظ عليه حتى هذه اللحظات. إليك رغدة. طيب مينا، كنت سألتك قبلا عن متى من المتوقع أن تنتهي الأعمال رفع الحطام لديك وتعود حركة السير مرة أخرى على خط القاهرة الإسكندرية، وهل لديك ما إذا تمت يعني توفير الطرق البديلة، طبعا النقل البري على الطرق البديلة ما بين القاهرة والإسكندرية؟ يعني من الملاحظة الأولية وفور وصولنا للمنطقة لازال هناك فترة طويلة تنتظر هذه المنطقة لرفع كافة حطام القطارات المتصادمة والمحطمة. بالفعل بدأ تسير بعض العربات التي لم ينلها هذا الخطر وهذا الحادث، تم تسييرها بشكل مباشر بعد وقوع الحادث، ولكن كما يبدو في الخلفية لازال هناك بعض العربات المتحطمة تماما. يبدو أنه للساعات الأولى من صباح اليوم المقبل ستستمر عمليات رفع الحطام وإنقاذ من يمكن إنقاذهم من تحت حطام هذه القطارات، ربما الساعات الأولى من صباح هذا اليوم كما ذكرت رغدة. فيما يخص الطرق البديلة، بالفعل تم توفير خطة بديلة على الفور ومحاور رئيسية لتوفير خطوط رئيسية للوصول إلى مختلف المناطق المحيطة من خرشد إلى منطقة الإسكندرية، وعلى الفور أصبحت هذه الطرق هي الطرق الرئيسية لارتيادها للمواطنين من خلال هذه المنطقة للوصول إلى محافظة الإسكندرية تحديداً.
جدير بالذكر رغدة وإذا سمحتي لي، القوات قوات الحماية المدنية تناشد المواطنين خاصة في منطقة عزبة الشيخ بتجنب الوقوف والتزاحم والتكاتف في منطقة الحادث لمساعدة قوات الحماية المدنية لإتمام عملهم، وأيضا قوات الهلال الأحمر لإنقاذ المصابين والضحايا من خلال من تحت حطام هذه القطارات. إليك رغدة. شكرا لك مينا مكرم، موفد أون لايف إلى مكان الحادث، وبتأكيد المتابعة ستكون معك مستمرة. لازلنا أيضا مع حضراتكم في إطار هذه المتابعة. الزميل مينا مكرم كان من موقع الحادث في عزبة الشيخ قبل كيلومترات معدودة قبل مدينة الإسكندرية، وتحدث في عدد من المشاهدات التي تابعها، ومن بين المشاهدات التي تحدث فيها أنه يتم الآن العمل على إزالة الأضرار التي نجمت أو خلفت بعد هذا الحادث. يتحدث كذلك عن أن حركة السير لا تزال معطلة ومتوقفة في هذا الإطار، لكن لم يضرب موعد حتى الآن فيما يتعلق باستئناف حركة السير في خطوط السكك الحديدية الخاصة بالوجه البحري والعابرة من عزبة الشيخ الصغرى أو محطة خرشد قبل كيلومترات من مدينة الإسكندرية. هذه الحادثة التي وقعت بين قطارين، أحدهما كان متوقف وكان عائد من بورسعيد الإسكندرية، أما الآخر فكان لخط القاهرة الإسكندرية، تصادف مروره وقت توقف القطار الآخر ما أفضى إلى 37 حالة وفاة حتى الآن، فضلا عن 123 حالة إصابة بإصابات متفاوتة. تم توجيه عدد من الوزراء بالتوجه إلى مدينة الإسكندرية لمتابعة تطورات الحادث وكذلك حالة المصابين وانتظام العمل بالمستشفيات التي استقبلت الحالات المصابة وكذلك الجثامين التي ذهبت إلى المبردات مبردات حفظ الموتى بالمستشفيات المختلفة، وكذلك مشروحة كوم الدكة كما أفادت بذلك وزير